حاجب. أمرك مولانا. الله يرضى عليك، خلي الأعوان يجهزوا لي لوازم رحلة الصيد. داي أخلاقي كتير اليوم، طايش حجري، حاسس بالملل من هالقعدة على الكرسي. أمرك مولانا. وبعت لي ورا المستشار بالحال. ها ليك وينه؟ بالظاهر طنت أدانه وإجا لعندي ركيد. السلام على مولانا. وأهلا وسهلا فيك يا خلدون، قرب لهون، روح يا حاجب وحاول تقوم بالواجب. أمرك مولانا. آخ. أمر مولانا. يا خلدون يا خلدون، داقت خلاقي بين أربع حيطون، بين أربع حيطان، ولهالسبب قرت لحالي ليش ما بطلع أنا وياك ومنتصيد غزلان. أنا بالأمر مولانا. وإمتى بتحبوا تمشوا؟ هلأ، ما بدي وقف المسألة. هلأ؟ إيه هلأ. شبك رفعت حواشبك وتهدلوا شواربك وكأنه هالطلب معاجبك؟ أعوذ بالله يا مولانا، شو مو عاجبني؟ بس يعني قصدي أنا والله إذا مالك حابب ترافقني اتنمحق، ميت واحد غيرك بيتمنى هالشرف. استغفر الله يا مولانا، لا تسيئوا فهمي، رغبتكم بالنسبة إلي أمر، بس إذا سمحتوا لي بعد إذنكم يعني لازم روح خبر مرتي وأرجع، مو مشان شي بس حتى ما يغلي قلبي علي. ومعلومكم رحلة الصيد بيجوز تاخد معنا 3-4 أيام. ولا يهمك، أنا ببعث لك مين يخبرها ويطمنها. كتر خيركم سيدي، بس ليكون بدك تاخد إذنها يا درسان. بالضبط سيدي، معلومك هي أم المؤمنين، وإذا ما رضيت علينا بتساوي حياتنا طين. هلأ أنت رجال ولا ملك رجال؟ رجال سيدي رجال. الرجال أمره من رأسه يا أخي، مو من رأس النسوان. سيدي إذا بتريدوا صف مع جنب ولا تكتر حكي يا خلدون. مولانا كلها شغلة نص ساعة زمان، وما بظن انه مرتي تمانع، وخاصة اني رايح مع جنابكم. صف مع جنب عمل لك ولا تكبر المسألة، قبل ما اعمل لك نقف الدين بهدلة تسوى حياتك. روح تلقح جنب مراتك، بركي بتجيب لك اخرتك. حاضر مولانا، امرك. يا حاجب. امرك مولاي. جهزتوا لي موكب الصيد؟ موكب جاهز مولاي. بعت لي ورا صاحب الديوان. صاحب الديوان عم ينتظر مولانا. خليه يدخل. سلام تعظيم مولانا. اهلين ناظم، اسمع انا رايح بعد شوي على الصيد وحابب شرفك بمرافقتي، بقى شو قلت؟ ليش انا الي رأي بعد جنابكم ما امرتوا؟ عظيم جدا، كثير منيح. اصبح لاقوم غير ثيابي والبس شروال، لانه بصراحه كلسوني عم يضايقني وكابس على نفسي، بينما الشروال فضفاض بريح المسائل والغراض. اما هلا حاسس كاني لابس حفاض. بس يا مولانا في طلب صغير الي من بعد اذنكم. شو هو؟ اولا بشكركم على هالشرف الكبير اللي منحتوني اياه، بس شو هو؟ بس الحقيقه طلبكم فاجئني، ولهالسبب يا ريت تعفوني من هالمهمه. اعفيك؟ شو السبب بقى؟ هو في سبب سيدي، مو ما في. ما اختلفنا في سبب، بس شو هو؟ سيدي مرتي مريضة، وما بتصور تغفر لي غيابي عنها وهي بهالحالة. وشو مرضها بقى؟ داهمها طاعون ولا صابها الفالج؟ أعوذ بالله من غضب الله، ألف لا بأس عليها سيدي، ألف لا بأس عليها. لكن شو بهالخانوم؟ سيدي فزت الصبح راسها عم يجعها، وشي مثل سيخ النار بجبينها عم يلسعها. يعني بدك تروح تاخد إذنها؟ هي سيدي الله يخليك، جنابك صاحب الأصول وهيك الأصول بيقول. لك شو صاير لكم يا أهل الشام؟ وليش هيك حاطينا واطية للنسوان؟ يخرب بيت قلبكم على هالقصة. أنا يلي بفهمه إن الرجال هنن القوامون مو هنن الخوافون. سيدي المسألة مو مسألة خوف، المسألة مسألة تقدير مو أكتر. أنا تقدير هذا؟ هلا ما عدت تعرف تدبر راسك من هاليومين ثلاثة؟ لا، وخاصة انك رايح مع الوالي، مو رايح على اسطنبول تعمل رزالي. سيدي الله يخليك، انا بامرك، بس منين بامري؟ انت مو بامري منوب، انت بامر الخانم المصون. لك ليش لحقني على الدعسة؟ ليش لحقني؟ روح من قدام اللي عم وشي، سقطت من عيني كما تسقط المشمشة المعينة من على الشجرة. روح. أمرك مولانا أمرك. الله معك، مع السلامة. وينك؟ اركض على البيت ركض. ها لا تلتهي على الطريق، ولا تنسى تنقعل للخانم رجليها بالمي والملح، وتعمل له مساج ظهر وعصر وصبح. أمرك مولانا أمرك. وإلا جناب الوالي بيقول لك سلامة راسك يا دلوعة، ريت الوجع على راسه تقبري عظامي. أمرك مولانا أمرك. يا حاجب. أمرك مولاي. مين في برا؟ قائد شرطة مولانا. خليه يدخل فورا. أمرك مولاي.
السلام عليكم مولانا. جمال يا جمال، شلونك عيني شلونك؟ داعي لكم بطول العمر سيدي. شو مخلي على شفونك؟ عفوا سيدي، شو اخبار اللصوص والمحتالين؟ خافين كتير يا سيدي، خافين كتير. والسجن صار لازم من قلب مدرسة، لانه تقريبا صار فاضي وما عاد اجاني لصوص من عند القاضي. على هاللون رح تصفى بلا شغل. كله بفضل حكمتك الرشيدة يا مولانا. اسمع هلا وبلا لعب الالفاظ، وحاجة تعمل بهلوانيات بالكلام مثل يلي عم يلعب جمباز. امروا سيدي امروا. ما دامت المدينة عم تنعم بالأمن والاستقرار مثل ما تفضلت جنابك، بقى شو رأيك ترافقني برحلة صيد لمدة 3-4 أيام؟ منه منشم الهواء ومنه منلعب رياضة سوا. شلون سيدي شلون؟ 3 أيام؟ إذا بدك منساويهم أسبوع، يعني على هوا البسط. إذا انبسطنا منمدد، وإذا شفنا حالنا مرتاحين منجدد. كتر الله خيركم سيدي على الاستفادة، يعني بس الحقيقة بهالروحات ما جرت العادة ما فهمت. فهمني. يعني يا سيدي أنا إلي الشرف بالسياحة معك، بس المصيبة مرتي بالبيت. شو بها مرتك بالبيت كمان؟ يعني معلومكم سيدي أفكات خانوم مرتي أخدتني عن حب كتير وما بتقدر على بعدي دقيقة. أنت ولا هي؟ بصراحة اثنيناتنا. والأصعب من هيك أفكات خانوم مرتي بتخاف علي كتير، ولما بطلع برات البيت بتقرأ المنجيات السبعة حتى أرجع بالسلامة، وما بظن تسمح لي بهيك رحلات. ولو كانت الرحلة معي شخصية؟ سيدي لأن معكم بتخاف أكتر، لأنه جنابكم معرضين للخطر أكتر مني، والإنسان ما له صاحب إلا وله 100 عدو. هيك لكان يا عيب الشوم، أفكات خانوم بتخاف عليك من عشرتي. لا العفو سيدنا مو هيك، بس بالعكس يا جمال، أنا موكبي حصين وحراسي كتير كتار. طالما هيك وأحسن ما عم نجتهد على كيفنا، تسمحولي أسألها وأرجع؟ وما بعتقد بتخيبني. ولك شو صار لكم يا أهل المدينة؟ وشو قصتكم مع نسوانكم؟ إذا بدكم تسعلوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، وإذا بدكم تضحكوا بتاخدوا إذن من نسوانكم، يمكن إذا بدكم تموتوا تاخدوا إذن من نسوانكم. سيدي احترام المرأة واجب. لا 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 لا، هذا مو احترام، هذا اسمه، هذا اسمه تكفير عن الذنب وبزرماد بالعيون. يعني انتوا عم تحاولوا تكونوا مطيعين وأوادم ومثل الأملة المفروكة قدام نسوانكم بالأمور الصغيرة وبس. أنا يا مولانا؟ طبعا أنت، فكرك ما وصلني خبر أنك رحت مع وصيفتنا تركان وخيمتوا 10 أيام بسكندرون وأنتوا عم تنهلوا اللذات المحرمة؟ وبلي صاركم خبر مولانا؟ ولك حل عن سمانة وروح اضحك على نسوانك مو على الحانة. سيدي الحق معك، رحلة الوالي شريفة مو مثل رحلة الوصيفة. دخيلك يا مولانا، دخيلك أحقن جيبوا سير الأفكات. روح من وشي، روح اضحك على عائل مرتك، أي خرب بيتك منيح منها يلي هاطمتك. العمر القصة، معقول تكون أمور الشام بإيد نسوانا؟ يا عيب على شواربنا ويا حيف على الحانة. يا حاجب أمرك مولانا. جهز لي حصانين بدي روح أنا وياك مشوار. كبير اليوران. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بمولانا الوالي. قسما بالله قسما بالله هلا خطرت ببالي. شلونك عيني شلونك؟ منيح مولانا. شو مخلي على جفونك؟ ولا شي مولانا. انا رضيان عنك كثير، واذا راح تلبي لي هالخدمه راح ارضى عنك اكثر. انتو ما بتطلبوا مولانا، انتو بتامروا امر. هذا عشمي فيك يا طيب، انت بتعرف تصطاد؟ لك مولانا لك.
أنا روح قلبي صيد بري بحري جوي ما بتفرق، المهم إني أضرب فشك وعلق طعم للسمك. برافو عليك برافو، بينتك رفيق للرحل جيد. سيدي العبد بيطلع للسيد. برافو عليك برافو. يعني بفهم من كلامك إنه ما عندك مانع ترافقني؟ عم تحكوا جد مولانا؟ بعلم أنا يا خلق ولا بحلم؟ يعني معقولة مولانا يحسبني زلمة بين الزلم؟ قسما بالله ما لي مسد عيوني كأني عم أحضر فيلم. سكر تمك لكان وامشي معي، شو مستني؟ لكن مولانا لو سمحتوا بقدر غيب دقيقتين وارجع، بيتي قريب ما بعتقد اكثر من دقيقتين رح غيب. وليش بدك تغيب يا درسان؟ لاني بدي شاور المرأة، ومعلومكم مولانا حاكم الامر والشور من ديوان الداخلية. خليك بمطرحك ولا تروح لمطرح. ليش لا سمح الله مولانا؟ لا خلاص خلاص، غضينا النظر عن الموضوع، خلاص خلاص. لك يا عالم يا بشر يا ناس يا أمم يا أنام يا قبائل يا مدائن يا قرى يا نواحي يا ضواحي، إنه ما في بالشام رجال واحد ما بيشاور مرته. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا مولاي. إيه عليم الله، شرفتنا وجبرت خاطرنا بزيارتك. كيفك يا طيوب؟ والله الحمد لله بألف خير يا مولاي. وشلون جنينتنا؟ ما شاء الله حولة بتاخد العقل. براو براو عليك. إلك ولا للديب؟ خسى الديب وميت خسى يا مولاي. ها بدي منك خدمة صغيرة، أنا رايح أصطاد وبدي منك تصحبني. جنابك بتقلي موت باللحظة والتو بنفذ. يعني موافق أنت؟ موافق سيدي، وجاهز فوراً ركضاً أو ركوباً أو سيراً. وبتمنى يا سيدي تتنازل وتاخدوني، لأني سيدي أنا بالسيارين مع عشراني وودود. براو عليك براو، كتير حلو هالكلام. وأنت الانطلاق يا مولانا؟ بالتو اللحظة. عظيم، خير البر عاجله. تفضل تفضل يا مولانا تعال. ما بدك تشاور مرتك بالأول؟ عفواً مولانا، ليش؟ مين الرجال، أنا ولا هي؟ قصدي بجوز يكون عم يدور ببالك إنك تروح وتخبرها إنك رايح الصيد معي. لا مولانا، أنا هالشي عمره ما صار معي. المرأة لازم تقعد بالبيت وتنطر رجالها لحتى يرجع، وغير هالتصرف مع النسوان ما بينفع. بس بجوز رحلتنا تطول شي يومين ثلاثة، ها؟ وإن شاء الله يكونوا عشرة يا مولاي. بالعكس، كل ما طولنا أكتر كل ما كان صيدنا أوفر وانبسطنا أكتر. بس بجوز مرتك تقلق عليك يا رجل. معلش سيدي خليها تقلق، بالعكس كل ما قلقت أكثر كل ما كانت حرارة اللقاء أقوى. وفهمكم كفاية يا سيدي، أنا جاهز للانطلاق. براو عليك براو، بارك الله فيك، بينتك شهم وأبضاي. الله يطول بعمرك يا مولاي. إيه سيدي، أنا عندي حصانين، اختار أنت واحد وترك لي الثاني إلي. معقول هالحكي يا مولاي؟ العين ما بتعلى عن الحاجب. معقول الإجير يختار قبل معلمه؟ معقول التلميذ يختار قبل أستاذه؟ شو هالمسخرة هاي؟ معليش ولا يهمك، أنا انبسطت من صدق كلامك وحرارة لقائك، ومشان هيك أنا عم خيرك مكافأة إلك على رجولتك. هنت رجال رجال هنت، بقى إلي أنا حصان بدك، الأشقر ولا الأسود؟ شو بك يا رجل؟ قلت لك اختار لك شي حصان. المشكلة سيدي أنا بحب اللونين الأشقر والأسود، ما بعرف أي واحد بدي اختار. سيدي اختار وخلينا نمشي. مولاي بتسمح لي بشغلة؟ شو هي؟ بيتنا قريب يا مولاي. ايه وشو المعنى؟ يعني مولاي بتسمح لي روح على البيت بس لحتى أسأل مرتي أي لون بدي أخي؟ السلام عليكم. أهلاً يا مولاي. خير شو في؟ في عندكم ضيف، ضيف أجنبي يا مولاي. مين هو؟ رسول من بلاد الفرنج، من الملك شارلومان. خليه يدخل. فليدخل. أهلاً
سلام ملك الإفرنج شارلمان إلى جناب والي الشام خسرو دقماق. أهلا وسهلا ومرحبا. تعال تعال عود مشقيتي. يا أهلين وسهلين ومرحبتين بهالآمة وبهالعين. شو أخبار مولاك بروك؟ مولانا ترودوس داع جنابكم لزيارة روما شهر زمان. أيمتى؟ حالا يا مولاي، لأنه احتفال تأسيس الإمبراطورية بعد أسبوع ودوبنا نسافر من هلا. إلنا الشرف. بس شهر؟ نعم مولانا شهر. مشكلة؟ وين المشكلة مولانا؟ القصة إنه مرتي صار لها مسافرة شهر سياحة لمرمرة وعم تتسوق تياب من أنقرة، ويمكن بدها شهر لترجع. ترجع بالسلامة يا مولانا. وين المشكلة؟ المشكلة شلون بدي روح بدون ما أخذ رأيها؟ مو مناسبة. بتلاقيها مناسبة أنت؟ ليش عم تطلع فيي؟ كما تكونوا يولى عليكم. الأغنية وين فايزة؟ مو كتير جديدة، من يومين شفتها بالـ MTV، كتبوا عليها إنتاج 97. بس حلوة، مو حلوة فايزة؟ حلوة وبس، بتنقص الضباب. بس بابا غيرونا هالمحطة بقى، نصر على راسنا. ماما، شوف لنا شي محطة عربية على البين ما أعمل لكم كاسة شاي. وهلأ يا ريت نعرف رأي الدكتور سامح المعظم عن أسباب أمراض العمود الفقري. تفضل دكتور. شكرا. الحقيقة تنشأ أعراض أمراض العمود. عفوا دكتور، عن إذنك لحظة، بحب ذكر الإخوة المشاهدين اللي حابين يشتركوا معنا بالمسابقة الفنية إنه عندكم على أسفل الشاشة رح يظهر أرقام تليفونات، فياريت إذا حابين تشتركوا معنا بالمسابقة تتصلوا فينا. أوكي دكتور تفضل. تنشأ أمراض العمود الفقري من عدة أسباب، أهمها أولاً. عفوا دكتور، يبدو في عنا اتصال. ألو نعم. ألو مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟ عباس ابو العباس. اهلا وسهلا فيك اخي عباس، منين عم تحكينا؟ من المانيا. اهلا وسهلا فيك، كيف العرب عندك بالمانيا؟ مناح الحمد لله. تفضل احكي مع الدكتور وائل كفوري. عفوا يا اخ، الدكتور وائل كفوري مو معنا اليوم، نبقى منستضيفه بحلقه تانية. لا لا مو هذا قصدي، انا قصدي جواب المسابقه اللي طرحتوها. وائل كفوري. نعتذر منك كثير، الاجابه غلط. اذا بتحب تسال الدكتور عن امراض المفاصل او العظام او الرقبه تفضل. لا شكرا كثير، رقبتي ومفاصلي مثل الليرة. أوكي تصطفل. إذا دكتور بحب أسألك، ما هي أهم أسباب أوجاع الظهر؟ هناك أسباب كثيرة لوجع الظهر، منها. عفوا دكتور، يبدو في اتصال. ألو نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك، مين معي؟ يزن القشطة. عفوا لجن قشطة. يزن القشطة. اهلا وسهلا فيك يا اخ يزن، يا ترى حابب تشترك معنا بالمسابقه الفنيه ولا حابب تسال الدكتور شي سؤال؟ اذا بتريدي بدي اسال الدكتور سؤال. اوكي تفضل الدكتور معك. دكتور. نعم. انا عم يوجعني كتفي، وجع منيع يعني، حاسه كانه صاير شقفه وحده. لا سلامتك ان شاء الله، ومن زمان عم تحس بهالاعراض؟ من حوالي شهرين. ها اكل شي ضربه قويه او حامل حمل ثقيل بهالفتره؟ ابدا. طيب عندك نقص بالكلس؟ ما حللت. انا باعتقادي انت معك مرض اسمه الكتف المتجمده، يعني بالمصطلح الطبي فريزون شولدرز. ويا ترى هي خطيره دكتور؟ نعم. عفوا دكتور، يبدو في اتصال. الو نعم. الو، المطرب هو جورج وسوف. برافو عليك، صح، ربحت الجائزة. وهلا اسمح لي دكتور سمعك مقطع من اغنية لجورج وسوف بهدية لك ولكل المشاهدين، وبعدين بنرجع منتابع حديثنا الشيق. غيرونا هالمحطة بابا، غيروها، شو هالبرنامج المسخرة؟ ليش مسخرة بابا؟ مو انت بتحب البرامج الجادة؟ هلا هي برامج جادة؟ يعني ما فهمت،
ما فهمت ابدا على هالبرنامج. يا ترى هذا برنامج مسابقات وطرب ولا برنامج طبي؟ إيه ما فهمت منه. الاثنين سوا، شو المانع؟ بابا هذا اسمه تهريج ناشف، وانا ما بحب التهريج. بعدين شو هالدكتور هاد يلي بده يحكم ويعالج الناس بالتلفزيون؟ لا، والنهفه انه يلي كتفه مطري ظهره واجعه عم يحكي من المانيا. يعني هلا المانيا قد ودلقه ودكاترتها ومشافيها ما عادوا يعرفوا شو وجع الزلمه؟ غشم صاروا؟ لا، وشلون بده يعالجوا هالدكتور وبيناتهم 2000 كيلومتر وبدون ما يدسوا ولا يجسوا؟ عليم الله. انا بابا اذا غزني دبوس براس اصبعتي بيقول لي دكتور ما بحسن عينك على التليفون، تعال عندي على العياده. بابا ليش ما بيعجبك العجب ولا صيام برجب؟ هالبرنامج عم يسهل امور الناس. صحيح، يعني المريض بيطمن على حاله احسن ما يتم موسواس. يعني اذا بدنا نسايرك ما بنلاقي شيء بيعجبك بهالتلفزيون بنوب. بابا ببوس ايدك، انت قل لي شو البرامج اللي بتعجبك، قل لي وانا تحت امرك. ما في شيء معين، يعني بدي شيء يعبي الراس. فن، سياسة، ثقافة، جغرافيا، ما بتفرق، بس يكون برنامج بينشاف. مو هات ايدك والحقني. ديرونا على قناة الافلام، بركي بيطلع شي فيلم عربي. قوم ماما، قوم عدني هون. سيداتي وسادتي، برنامج حبل الوداد يلم شمل العائلة ويجمع بين القلوب المتباعدة للبحث عن صديق قديم، عزيز غائب، قريب مهاجر. ما عليكم سوى أن ترفعوا سماعة الهاتف وتطلبون على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، ونذكركم بأن الاتصال بنصف القيمة. نعم، بنصف القيمة فقط. يبدو في معنى اتصال. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، مين معي؟ فاتح مناخلي من كندا، بدي أحكي مع خالي ناصح المناديلي بأستراليا. تكرم عينك، قديش الرقم؟ 444-63-52. لحظة معي ليوصلوا لنا الخط. ألو ألو ألو، ناصح المناديلي، هون المحطة الفضائية. أهلين وسهلين، معك برنامج حبل الوداد، احكي مع ابن أختك بأستراليا. ألو خالو، مرحبا. أهلين خالي، شلونك؟ الحمد لله خالو، طمني وصلك المكتوبة؟ جوزتوا أختك رشا؟ إيه، امبارح كان عرسها. مين العريس؟ كامل أبو مخدة. كامل أبو مخدة؟ الله لا يعطيكم العافية يا بشم. ولك هذا كان ولك هذا كان مسجون بتهمة اختلاس؟ طول بالك خال، الله يخليك. بابا ليش خرجته؟ هلأ إذا واحد بده يحكي مع خاله، نحن شو دخلنا؟ ضروري يسمعوه 50 مليون مشاهد؟ لا، انت قول ضروري ينشروا غسيلهم الوسخ قدام الناس. لك مو حلوة شرشحة إلا على الفضائيات والأقمار الصناعية. لك نحن يا أم فؤاد لحد هلأ ما بنعرف نستفيد من العلم ولا بنعرف نستخدم التكنولوجيا مثل باقي الخلق والعالم. بس كمان في فضائيات أجنبية بتقرف. ما بقلك لا يا روحي، لا يخلو الأمر، بس كمان بتقلبي على بعض الفضائيات الأجنبية بتلاقي برامج عن الفضاء، المخترعات، الطبيعة، أعماق البحار، برامج ثقافية تقيلة، أفلام مهمة، أخبار بتاخد العقل. أما فضائياتنا فما بتلاقي فيها غير المسابقات الولادية والأغاني والمطربين يلي صار عددهم مثل عدد المجرات بالسماء وربي يعلم، والأفلام القديمة. بالفعل في أفلام أبيض وأسود حفظناها بصم. ولك نحن إعلامنا مو خرج يطلع لا على الهواء ولا على الفضاء ولا على شيء، حاجته الأرض وزيادة عليه كمان. لا، ومنقلد الفضائيات الأجنبية هيك على عماها، شي بناسبنا شي ما بناسبنا ما بتفرق، مو فارقة ستي. مناخد من عندهم القشور ومنترك اللب. لازم كل المحطات بابا. شو منذ زمن بعيد هاي برنامج ثقافي دسين؟ شو ضاقت عن استيعاب الأمور الحياتية ويجب تطويرها، ولكن طبعا ضمن تفعيلة وضمن وزن. يعني باختصار ما في شيء اسمه قصيدة نثر، في شيء اسمه شعر وفي شيء اسمه نثر. يعني مثلا نزار قباني، بدر شاكر السياب، عبد المعطي حجازي، هدول ناس. عفوا، يبدو في اتصال. الو نعم، مرحبا. اهلا يا هلا، ممكن اشترك بمسابقة كنز العلبة؟ ايه تفضل. يا ترى الكنز اللي بالعلبة بتستعمله ست البيت؟ ايه بتستعمله. بالمطبخ؟ ممكن يكون بالمطبخ. له علاقة بالاكل يعني بيتاكل؟
آسفة كثير الجواب لا. تفضل أستاذ. شكرا. مثلا نزار أباني لما بيقول فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، هذا طبعا شعر عمودي، قافية تأتي منتظمة متوازنة متوافدة. بس هو كمان بيقول بقصيدة خبز وحشيش. عفوا يبدو في اتصال. قالوا نعم. ممكن نشترك بالمسابقة؟ ايه تفضل. بحق لك ثلاث أسئلة. الكنز اللي بالعلبة ممكن تصنع محليا؟ طبعا وصناعته متطورة جدا. يا ترى له علاقة بالغسيل؟ له علاقة بالغسيل. له علاقة بالحبال؟ نعم له علاقة بالحبال. ملعب غسيل؟ رح نشوف. ممكن استاذ نفتح الصندوق سوا لنشوف كنز اليوم؟ طيب. اذا كنز اليوم ملقط غسيل، مبروك الك. لك العمى على القصة. الزلمة عم يحكي عن بحور الشعر وعن نزار قباني بيحطوا معه مسابقة عن ملقط غسيل، شلون جمعت معهم هاي؟ بابا قلبنا على الاس او اس ببرنامج حلو كتير. حاضر يا ستي. وهي الـ OSS معكم برنامج إذا علق الخط بتربح. والسؤال ليش الإنسان لما بينعس بيروح على التخت؟ أيوة يبدو في اتصال. أيوة ممكن شارك؟ اتفضل. منين عم تحكينا؟ من ساحل العاج جميل البشير. أهلا وسهلا اتفضل. من شاني نعم. آسفة كتير. يبدو في اتصال تاني. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش الإنسان لما بينعس بيروح على التخت؟ أبو المعاطي أبو المكارم من سويسرا ممكن شارك علشان ينام ويصحى بدري. آسفة كتير. أيوة يبدو في اتصال. اتصال آخر. ألو الاسم الكريم؟ محمدي هويها من سوريا. الإنسان لما ينعس بيروح على التخت لأنه التخت مو ممكن يجي لعنده أبدا. صح. $500 من نصيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ما لقوا أنظم من هيك أسئلة؟ هات التليفون من عندك بابا. هات التليفون. بدك تدق لهم؟ يعني معقولة أقل العقل يدق لهم؟ بدي أدق لأخي نادر على دبي. بابا ليش ما بتطلبوا عن طريق برنامج حبل الوداد؟ ما بدي حبل الوداد ولا حبل المشنقة. ألو؟ أيوة مين معي؟ نعم؟ العمى علق على التلفزيون. شو محاولين الخطوط كلها على التلفزيون؟ يا انا اخذ عقلي الرقم وحفظته من على الشاشه. احكي بابا احكي هلا. الو برنامج اذا علق الخط بتربح. مين معي؟ انا ابو فؤاد من الشام. افتح فؤاد افتح خلينا نشوف المذيعه. السؤال هو ما اسم الاغنيه التي فاز بها المطرب المشهور هزيع المسمار بمهرجان اغاني الفضاء؟ من وها؟ خدي بابا خدي. هزيع المسمار مطرب معروف كتير. شو اسم الأغنية؟ اسم الأغنية ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين. صح. أغنية ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين. وإقامة لأربع أشخاص لمدة يومين بفندق الكوروثون. وألف مبروك. ربحنا ربحنا. ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين. ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين. هون فؤاد. مرحبا. مرحبا يا اخ. سلام. مبروك الجائزه ان شاء الله. مبروك الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو حسان. نحن كثير فرحنا لكم انا واختك ام حسان. فرحنا كثير بهي الجائزه اللي اخذتها. شكرا ابو حسان. تستاهل كل خير انت. شكرا شكرا. شلون علق معك الخط اوام؟ تعذبت يمكن لحتى علق الخط؟ ما شلون علق؟ شو بيعرفني اصلا انا ما كنت عم دق على المحطه. شلون زبطت معي ما بعرف. لك يا عمي ضربت لمعلم بألف ولو شلفها شلف. لك لا معلم ولا بطيخ بسمير. عم قلك أنا ما كنت عم دق للمحطة، عم دق لأخي بدبي. شو الحكي يا عمي؟ الله لا يحرم الحظ لحدا. فعلا يلي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. مو حسد أو ضيقة عين لا سمح الله. أبدا أبدا. بس بتصدق انه نحن كل يوم نقعد على هالتلفزيون ساعتين ثلاثة وانه يعلق معنا هذا الخط؟ ابدا. يجيب شي محطه فضائيه لا تتعب عبس سيدي الا ما يعلق شي مره وتربحوا الجائزه. ولا يهمك.
هو متى ما علق بنربح، بنربح دغري. ليش؟ منه الأسئلة سهلة وما بدها كلها الشطارة، ومنه معلوماتي أنا العامة كتير واسعة الحمد لله كتير. إيه الله يربحك وينولك يلي ببالك. آمين يا رب يا رب. قال بابا ما بده يروح معنا. شو هالحكي؟ بعدي لشوف. شو هاد؟ أصلاً الروحة بلاك ما لها طعمة. بقى شو قلت؟ ماشي الحال، ما بدي أقطع بنصيبكم. شو رأيكم يوم الاثنين؟ لا لا، الأولاد عنده مدارس، خليها خميس وجمعة. إيه بس أنا الخميس مو فاضية. ليش شو عندك؟ عندي درس بيانو. طيب خليها جمعة وسبت. السبت والأحد عندي دوام بالوظيفة. خلاص دبر حالك بإجازة هاليومين. ما اختلفنا على الإجازة، بدبر حالي، بس المشكلة عندي جرد بالمستودع. إيه بلا جردك هلأ، بيجردوا بغيابك. هيك قلتك؟ شو هي؟ طلب إجازة يومين. بس بهالوقت صعب وافقلك على إجازة، شو نسيان عنا جرد؟ لا مو نسيان طبعاً، بس عم أقول لحالي الله يبارك بالشباب، يعني بيقدروا يجردوا لحالهم، شو ناقصهم؟ ما اختلفنا يا أبو فؤاد، بس وجودك ضروري معنا كتير، وبعبارة أخرى نحن ما منستغني عنك أبداً إلا إذا عندك أسباب قاهرة. الحقيقة يا أستاذ عندي أسباب قاهرة، يعني لو ما كان عندي أسباب قاهرة كنت قدمت إجازة بهالوقت العصيب هاد وتركت الشباب يجردوا لحالهم وأنا روح إجازة. إيش ما عندي إحساس يعني؟ شغلت لي بالي يا فؤاد. خير شو قصتك؟ عندي مشكلة عويصة ولازم أختلي مع عائلتي يومين حتى حلها. إيه الله يسر لك، بهيك حالي ما بقدر لك. لا تفضل. مرحبا يا أنسة. أهلا وسهلا. شلون صحة؟ الحمد لله يا أهلي. يا ترى بيلتقى عندكم أجنحة فاضية؟ تكرم عينك. لمين؟ إلي ولعائلتي. وكم يوم بدكم تضلوا عنا؟ يومين. يومين بس؟ أنا متأكدة إنه رح تعجبكم الإقامة عنا وتمددوا أسبوع زمان. لا شو نمدد؟ ما منحسن نمدد ولا ساعة واحدة. وليش بقى؟ نحن عنا بطاقة دعوة ليومين بس. دعوة؟ أنا اللي ربحت الجائزة ببرنامج إذا علق الخط بتربح. أهلا وسهلا فيك، ممكن نشوف البطاقة؟ إيه على عيني وراسي. بس يا ريت تستعجلينا شوي بحجز غرفة لأنه تعبانين وهلكانين، بدنا نرتاح يعني. تكرم عينك، بس بالأول يا ريت تراجع العلاقات العامة، الغرفة اللي هنيك عالشمال. إيه ما في مانع. عفواً. تفضل. الله شو حلو هالأوتيل. حلو بس إيه، انا بحياتي ما كنت متخيله اني انزل بهيك اوتيل الا وقت اتجوز. وان شاء الله مفكره انه اللي راح يتجوزك راح ينزلك باوتيل مثل ها. وليش بقى؟ شو ناقصني يعني؟ ابدا مو ناقصك شيء، منشان هيك ما راح يتجوزك الا واحد اعمى قلبه طفران. خلص بقى انت وياها، مو وقت النقر هلا. عيب.
انا اللي حزرت غنيه بدي افسخك شقفتين على محطه الاس او اس. شو هاد؟ قصدي انا الفائز مع عائلتي ببرنامج اذا علي الخط بتربح. يا ميت اهلا وسهلا. امور شو المطلوب؟ لما اجيت بدي احجز انا والعيلة، قالت لنا الانسه اللي بالريسبشن انه لازم نراجعكم. ايه صح، وقالت لك انه في عنا غرف فاضي؟ ايه قال في. الو، مرحبا انسه مينا. مشان الاخ اللي ربح جائزه بالتلفزيون، يا ترى شو في عنا غرف فاضي؟ ايوه. لا، انتظري لاتصل فيكي. ايه استاذ، انتو ايمتى ناويين تنزلوا عنا؟ هلا. يعني ما في مجال تاجلوها لبعد 20 يوم؟ ليش بقى؟ الحقيقه نحن جايين وفود اجنبيه كثيره، ويمكن انه ما يضل غرف فاضي. والله صعب ناجل، خصوصي اني اخذ اجازه بعد ما ربحوني 100 جميله لانه عنا جرد. ليش وين موظف حضرتك؟ بمديريه الحركه العامه. طيب اذا بتريد نحن ممكن نحكي مع المدير تبعك ونطلب لك اجازه جديده بعد 20 يوم. لا، متشكر كثير، اذا ما في امكانيه ننزل هلا بلاها. لا ولو، شو بلاها؟ الاوتيل على حسابكم، بس يا ريت تراجع السيد المدير. كمان؟ هو صحيح انكم اجيتونا بوقت محرج شوي بسبب بدء الموسم السياحي، لكن لا يهمك، رح ندبركم. الو يا لينا. ايوه استاذ، في عنا اجنحه فاضيه وفي عنا سويتات وعنا غرف مزدوجه. شلون؟ غرفه بسرير واحد؟ بس مو حلو استاذ تنزلهم بهيك غرفه. طيب خلص. اوكي طيب. اهلا وسهلا فيكم استاذ، حجزنا لكم غرفه واسعه وفيها حمام وما شابه ذلك. شرف على الريسبشن لحتى يسلموك الغرفة. شكرا استاذ، شكرا. هاي هي الغرفة؟ يعني ما لقونا أوسع من هيك أوضة؟ شو نحن بدنا ننام على القرب؟ معلش يا بابا، نحن إجينا بنص الموسم وما في محلات زيادة عنده. إيه بس الموظفة قالت لنا أول ما إجينا إنه في أجنحة فاضية. إيه الأجنحة الفاضية للزباين تدفيها مو للبلاش. بس بابا شو بدنا بالحكي الفاضي هلا؟ يلا حبيباتي، حضروا حالكم مشان ننزل نتغدى. جانا بابا، ليش تأخروا؟ معلش يا حبيبتي، بيكونوا معجوقين شوي. لو معجوقين بيكونوا على الكل، ليك الطاولة اللي قدامنا اجوا بعدنا وفرشت قبلنا. معلش يا بابا، معلش. يا أخ. أمر أستاذ. شو صار بالغداء؟ 5 دقائق بس. إيه صار لنا ساعة منقوعين على الطاولة وأنت عم تقول 5 دقائق. عدم المؤاخذة، صار شوية لخبطة. طيب مطولين المهم، عصافير بطننا زقزقة. وصل الطلب. الحمد لله على السلامة. رح تاكلوا بابا، رح تاكلوا. شو شيش طاووق؟ بس نحن ما طلبنا شيش طاووق، طلبنا كوردون بلو. يبدو انه بالمطبخ ما في كوردون بلو. جبنا لكم شيش طاووق. انتوا الكوردون بلو مو بلحم الدجاج طلبتوها؟ بلا. والشيش بلحم الدجاج، ما فرقت ابدا. لا حبيبي بتفرق. بعدين من 5 دقائق نزل كوردون بلو على هذيك الطاولة. وافترض انكم رح تغيروا الطلب، المفروض تسالنا يا اخي، مو تتصرف على كيفك يا حبيبي. معلش استاذ، مشوها هالمرة. شلون بدنا نمشيها؟ بركي نحن جميعا ما بنحب هالاكلة. معقول استاذ؟ في حدا ما بيحب شيش طاووق؟ اي نعم، نحن. جيب لنا بداله شرحات، ولا كمان ما في عندكم شرحات؟ لا عفوا، عندنا شرحات، بس بدكم تنتظروا نص ساعة بس. شو نص ساعة؟ أنا جوعانة وبدي آكل. ماشي الحال. من ايمتى قالين هالبطاطا؟ من امبارح؟ اعوذ بالله، تعزه
لكن ليش هيك مقرمده ولونك كحيت؟ عفوا، نوعيه البطاطا اللي بالسوق هيك. ها ايوه، شو عم تعملي انت روحي؟ لك قاسيه، ما عم تتقطع معي بالسكين ولا انا عم تتقطع معي. فعلا قاسيه مثل المطاط، مثل لحم القطاط. لا يا استاذ، مو حلوه تحكي هالحكي، هي من اجود انواع الدجاج. لكن ليش هيك قاسيه؟ ولو لانه مو مستويه كثير. وليش مو مستويه؟ فضي الغاز بالمطبخ؟ ولو يا استاذ، هي مطبوخه على الطريقه اليونانيه، ما بيخلوها تستوي كثير، بشمموها ريحه النار تشميم. يعني ما في عندكم شيش طاووق مشوي على الطريقه العربيه؟ مع الاسف ما في. بتأمروا شي غيره؟ لا سلامتك، الله معك. معلش يا بابا، كلوا مقبلات ونواشف وامرنا لله. وين المي؟ ما جابوا كمان؟ شو ليش مش شاعلين التلفزيون؟ معطل، ما كان يشتغل. شو الحكي؟ اوتيل مثل هاد وتلفزيون معطل، اتصلوا بالاستعلامات. اتصلنا وقالوا بكره بيصلحوه. شو يعني؟ رح نقضي سهرة بلا تلفزيون؟ يا حبيبي هيك الله كاتب لنا. والعمل هلا؟ وين بدنا نسهر؟ يعني لو الأوضة على برندا كنا شمينا شوية هواء. يا حبيب قلبي، طافين المكيف كمان؟ مو شغال، معطل. إيه لا، لا منوب لا. ألو؟ ألو مرحبا. أخي المكيف عنا بالغرفة مو شغال. شلو؟ ما في ورشة صيانة؟ ايه سيدي، وامتى بتجي الورشة؟ بعد بكره؟ شو الحكي؟ يعني بدنا نستنى يومين؟ لا حبيبي لا، ما حذرت، يمكن من بكره نمشي. الله معك. شو؟ قلت للزلمة نمشي من بكره؟ ايه نعم، جهزوا حالكم حتى نمشي بكره الصبح. ليش دعوتنا مو يومين؟ امبارح يومين. بس انا ما عاد بدي اقعد بهالاوتيل ولا دقيقة وحدة. حاسس حالي كأني ضيف غير مرغوب فيه. أو كأني قاعد على قلبهم. لك لما قلت لكم ما بدنا هالسرعة بلالكم ياها، هشتوا علي مثل الدبابير. معك حق، عم يعاملونا وكأننا زبونات درجة تانية أو ثالثة. يعني لو ضربناهم على إيديهم وقلنا لهم يا جماعة دخيل الله ربحونا كنا ما زعلنا، بس كنا قاعدين بأمان الله ببيوتنا وهن يلي عم يطنطنون بالجوائز على الفضائيات. يتضرب هالجية، والله فكرنا حالنا رح نتدلل نتوجه بنقعد جناح مثل العالم والناس. يلا مو مشكلة، حصل خير، من بكرة منضب غراضنا ومنرجع على بيتنا. يلي بيطلع من داره بيقل مقداره. ألو نعم، أهلين لينا، شلون؟ بدهم يمشوا اليوم؟ إيه أحسن خليهم يمشوا. لا لا لا، ما في مشكلة طالما هنن هيك رغبتهم. إيه المهم إنه نحنا ما جبرناهن على شيء. مع السلامة. يرضى عليكي، بدي تحجزي لي لهدول الجماعه اللي ربحوا الجائزه احسن جناح بالاوتيل، وتركزي لهم احلى طاوله بالمطعم، وبدي الخدمه تكون سوبر دوليكس. خير استاذ، شو اللي تغير؟ هلا قبل شوي اتصلت فيي مذيعه برنامج اذا علق الخط بتربح، قال جاي لهون لعنا على الاوتيل لتعمل معهم لقاء. إيه بس الجماعة هلأ مشيوا. شو الحكي؟ مشيوا؟ قولي فضيحة فضيحة. يا أخ يا أخ. عفوا يا أستاذ. يا حمام ممكن تتفضل؟ يا أستاذ خلينا نتفاهم، خلينا نصلح الموضوع. أحلى جناح لأحلى زبون أستاذ. يلي بخفف عقله بتتعب رجليه. لو سمحت نتفاهم على